أستاذ سديس، معكم يا قاسم يحيوي مدينة بركان. عندنا المنتوج كما وعدناكم، ومش هذا من بين ما ديش نسبق لي استطعتنا بركان، والحمد لله يعني كباقي هنا مدينة أخرى. حاليا كنفكر كنشوف الناس المسؤولين أنهم يديروا ماشي شي تخنين ولا هادي تخنين، يعني باش هاد الموهبة ما تضيعش. وأنا من بين الناس اللي لا كان عندي سبق لي راه فات واحد موديل سبيدر مان، سبيدر، وكاين واحد الكانام، كان بليس واحد بيكالا ديال لا مارش باعت 3 ديال الروايز. وكاين قبل حاجه اللي ما الدومين ديالي اصلا، ولكن هذه ابار الدومين ديالي، هذه موهبه من عند الله يعني فكرت نطورها. محليه على ما نقولش مع داك الشيء صنع محلي 100%، وانما غادي يكونوا غير العجلات اللي مستوردين، يعني اللي باقي كلشي محلي صنع محلي. بس اللي بركان نروح ما عارفين الموديلات اللي صوبت، وديجا طالعين في شوف تي في، حنا تربيع ديال شوف تي في ماشي الاولى، هذه هذه من بين الشيء اللي صنعته بطبيعه الحال. طبيعه انا كان نجد مسؤولين على اساس الدعم هذه، يعني باش هذا المنتوج هذا ما يضيعش، ولا في مصلحتنا كاملين احنا كمغاربه. التكلفه شي 14000 درهم، 14000 درهم وهذا الشيء كيف يشرف مدينه بركان خاصه، وحتى المغاربه خاطر كامل. وكنشوفوا غير التروتينات العاديه داكشي ديال الثمن، حاجه ديال الشينوا راه ماشي، ما كيجيب لي بياس اكسسوار داكشي اوريجينال ماشي تاع الشينوا، كيجيبو من واحد صاحبي كيجيبو من فرنسا، هي اون بورتي ديال الباتري 60 فولت، الشارجور 67 فولت، المدة ديال الشحن ديالها ما بين 3 و 4 سوايع، على حسب الديزاين ديالها. يعني أنا فكرت ندير شي ديزاين اللي ما يسبقلوش كاين، أصلا الفكرة ديالي ما العالم ما غاديش نلقى هاد الديزاين أصلا. 06 13 90 29 76، 06 13 90 29 76، بطبيعة الحال ولا نعمو هادشي شي ما كرهش يكون صنع محلي ديالنا بلا ما غادي نستوردو بلا ما غادي اصلا داكشي غادي نلقى موانش غالي بالنسبه ليه الثمن. وداكشي راه دي بلاصه عندك هنا داك المنتوج اللي غادي يكون على برا في ليترونجي غادي يكون زايد في الثمن. المسؤولين الاخوه راه كيف ما قلت لك يعني حنا محتاجين الدعم، وهادي اللي كان ممكن ما نقولك دابا حيت سبق لي باش انتم لحياه اللي منتوني. بشكركم بزاف وبشكر القناه ديال شوف تي في.